متابعينا مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم معنا في انتظار انطلاقة المباراة الكبيرة هذا اليوم والتحدي الكبير بالتأكيد في هذه الأجواء الرائعة. باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان، سيداتي آنساتي سادتي، مرحبا بكم معنا في لقاء جديد هذا اليوم. أنتم مدعوين لمشاهدة مباراة كبيرة. لا زال هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد. داني آفيس، لمسة بينية وتعود الكرة إلى حارس المرمى. ينجح في المرور، يرفع كرة فاتت ومرت وصلت إليه أدريان رابيو. كرة طولية إلى الأمام يستعيدها داني ألفيس. نيمار، دراكسلر، نيمار، كرة ملعوبة إلى كافاني. نيمار، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم ووصلت الكرة في الأخير إلى يد حارس المرمى. أورزاوا، تياغو سيلفا، فيراتي، ماركينوس، نيمار، فرصة هجوم معاكس، كرة طولية إلى الجناح، دراكسلر، كافاني، الكرة على الجناح، لمسة في المساحة الخالية، فرصة كبيرة مع تنفيذ هذه الركنية. نيمار، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، يجرب التسديد مرة أخرى. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أدريان رابيو، نيمار، يمر إيدنسون كافاني، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى، لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. باريس سان جيرمان يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. يلعب كرة بينية، كرة تصل اللاعب في طريقها إلى المرمى، هذه كرة كافاني، دراكسلر، لوكاس مورا، دراكسلر، نيمار، يمر، يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. كافاني،
كافاني، فيراتي يعمل كل شيء في الجهة اليسرى، غير قادرين على إيقافه اليوم. نايمار، كافاني يلعبها عرضية، يقطع الكرة. أورزاوا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يبحث عن المهاجم، لمسة بينية. نيمار، كافاني يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول أن يلعب كرة بينية. نيمار، الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة، هدف إنهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. باريس سان جيرمان يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها إيدنسون كافاني، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. وين هالتمرير الآن؟ نايمار يحاول تمريرها من بين المدافعين. لوكاس مورا، الحكم يعلن نهاية الشوط الأول، يمتلكون السيطرة الكاملة الآن، عليهم الاستمرار في فرض الأسلوب طيلة شوط المباراة الثاني. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. موتا، أورزاوا يحاول تمرير كرة، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. الله، نيمار يلعب كرة، يا إلهي، هدف. شوف الباص العالمي، شوف اللمسة، هذه الكرة يا جماعة، هذه المتعة، هذه الكرة التي نحب أن نشاهدها دائما. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. كافاني ويمر، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة ملعوبة بشكل جميل. تياغو سيلفا، لوكاس مورا، يا عيني على التمريرة، شوف الكرة ورواتها. دراكسلر، كافاني، نايمار، الكرة ملعوبة من مسافة. فيراتي، نايمار، يمر يلعب كرة بينية، يبحث عن حلول. نايمار، كافاني، ماركينوس، نيمار،
فيراتي. كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. هل يمكن أن يستغل الفرصة؟ والتسديد، تسديدة رائعة. أدريان رابيو، تياغو سيلفا يلعب كرة بينية. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. الآن إمكانية المرتدة، تغيير اللاعب على الجناح، لمسة في المساحة الخالية. إيدنسون كافاني، وكرة في اتجاه المرمى، جول بلا رقابة. وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين. كافاني في كرة ممتازة على الجهة اليمنى، كرة على الجانب عند المساحة الخالية على الطرف. داني ألفيس، ماركينوس يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، ولمسة أخرى يسقطه أرضا. يلعبون ركنية قصيرة عرضية، لوكاس مورا محاولة تمرير كرة، إراءة ممتازة من الدفاع، يرفعها داخل ال 18. دونها فيراتي في انطلاقة قوية من جهة اليسرى، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه كافاني. رابيو دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. وين هالتمرير الآن؟ فيراتي يحاول أن يلعب كرة بينية ويلعبها عرضية، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. داني ألفيس في كرة خطيرة إلى الأمام، موتا من سيستلم هذه التمريرة الطولية. كافاني، نيمار، موتا يلعبها على اليمين، هجمة مرتدة الآن، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. دراكسلر، تياغو سيلفا، وتنطلق الصافرة، وهكذا تنتهي المباراة. نتيجة تعكس الأداء، العرض المذهل، الأداء الكبير اللي يقدم هذا اليوم. الفوز مستحق، والجماهير عليها أن تحتفل.